مرحبا تلاميذنا الحلوين، يا رب تكونون بخير. وياكم الست شهد رعد من مركز تنمية الإبداع. بعد أن أكملنا الفصل الأول من الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، وتعرفنا على المراتب، عشرات الألوف ومئات الألوف والملايين، وتعرفنا على التقريب لأقرب 1000. الآن نبدأ بالفصل الثاني، وهو فصل الجمع. اسم الفصل الجمع. الدرس الأول من الفصل الثاني هو الجمع مع إعادة التسمية، الآحاد والعشرات. فكرة الدرس: استعمل طرائق مختلفة لجمع عددين. عندنا أكثر من طريقة لإيجاد ناتج الجمع: المفردات، إعادة التسمية، والعقود. مثل ما نعرف، يعد العراق من الدول الزراعية المشهورة في زراعة الحنطة والشعير. في أحد السنوات أنتج محصول الحنطة 50,000 دونم من 50,000 دونم من محصول الحنطة، و30,000 دونم من محصول الشعير. ما عدد الدونمات باستخدام حقائق الجمع والأنماط؟ عندنا 30,000 زائد 50,000. نريد نجمع محصول الشعير مع الحنطة باستعمال، هو محدد لنا الطريقة استعمال الأنماط والحقائق الجمع. نبدأ باستخدام الأنماط وحقائق الجمع. نبدأ بالآحاد: 3 زائد 5، هذه تسمى حقيقة الجمع. تسمى حقيقة الجمع 3 زائد 5. كنا نعرف عملية الجمع هي عملية زيادة في الأعداد، فإحنا نجمع 3 مع 5 يكون الناتج 8. هسه نبلش بالأنماط: 30 زائد 50، عشرات هنا تسمى النمط، يساوي 0 زائد 0 0. 3 زائد 5 8، 80. 300 زائد 500، النمط في حالة زيادة، أعداد أحد، عشرات 30، بعدها مئات. 300 زائد 500، أيضا نجمع الآحاد مع الآحاد. من نجمع نبلش من مرتبة الآحاد، أصغر مرتبة. آحاد مع الآحاد: 0 زائد 0 0، 0 زائد 0 العشرات 0، المئات 3 زائد 5 8، 800. بعد المئات آحاد الألوف: 3,000 زائد 5,000. نمط، نكمل النمط. أحد عشرات مئات جمعناها 0 زائد 0 0، 3 زائد 5 8، 8,000. بعدها عشرات الألوف: 30,000 زائد 50,000. أحد مع العشرات مع المئات، وأحاد الألوف 0 أحاد عشرات مئات أحاد الألوف. شلون عرفنا يعني 0 زائد 0 بالأحاد 0، العشرات 0 زائد 0 0، المئات 0 زائد 0 0، أحاد الألوف أيضا 0. يبقى عندنا عشرات الألوف: 3 زائد 5 8، 80,000. أتوقف، لماذا؟ لأن بداية المسألة أو بداية السؤال 30,000 زائد 50,000 بداية النمط. احنا كملنا النمط: احاد، عشرات، مئات، احاد الالوف، عشرات الالوف. توقفنا، عرفنا انه 30,000 زائد 50,000 يساوي 80,000. هكذا انتهى النمط. هذه استخدام النمط وحقائق الجمع. لكن عندنا طريقة ثانية لإيجاد ناتج الجمع. هو يذكر لنا، طبعا هو بالسؤال يحدد لنا أي طريقة يريد، طريقة النمط أو الجدول أو الصورة التحليلية أو جمع اعتيادي. مثال: اجمع مستعملا جدول القيمة المكانية. نقرأ الأعداد، طبعا شلون نقرأ العدد؟ مثل ما ذكرنا سابقا نعد المراتب، بعدها نقرأ العدد: أحد عشرات مئات أحاد الألوف عشرات الألوف. نقرأ فئة الألوف، بعدها فئة الوحدات: 27,000. يجب أن أذكر كلمة ألف لكي يعني شلون نعرف على هاي المرتبة أو هاي الفئة، هي فئة الألوف. 27,133.
زائد العملية جمع 20718. جد ناتج الجمع مستعملا جدول القيمة المكانية. أنا رسمت الجدول، أحتاج فئة الآحاد، عشرات، مئات، فئة الوحدات عندي، فأسوي لها كل مرتبة أسوي لها حقل بالجدول، وآحاد الألوف عشرات الألوف أيضا ضفته للجدول. كم بالآحاد؟ نبلش من مرتبة الآحاد. بأول عدد نوزع الأعداد على الجدول. آحاد 3، عشرات 3. طبعا الجدول ما نكتب مثلا هنا 30 بالعشرات، كلا، فقط 3. مئات 1، ما نكتب 100، فقط 1. آحاد الألوف 7، عشرات الألوف 2. العملية جمع زائد آحاد العدد الثاني أكتبه أيضا بالجدول. 8، عشرات 1، مئات 7، آحاد الألوف 0. نجي على عشرات الألوف 2. هسه نجمع آحاد مع الآحاد. كل حقل نجمع المراتب مالته. آحاد مع الآحاد 3 زائد 8. احنا مثل ما ذكرنا جمع عملية زيادة. 3 زائد 8 11. ما نكتبها بهاي الطريقة هنا 11، هذه الطريقة خاطئة. نكتب 1 والـ10، إعادة تثنية 1 فوق العشرات، إعادة تثنية للآحاد. عند جمع الآحاد هناك إعادة تثنية فوق العشرات. هسه نجمع العشرات. طبعا هذا لإعادة التثنية ما ننسى، نقول 1 زائد 3 زائد 1 يساوي كم؟ يساوي 5. 1 زائد 7 في المئات يساوي 8. 7 زائد 0 في آحاد الألوف يساوي 7. 2 في عشرات الألوف 2 زائد 2 يساوي 4. إذن الناتج، نكتب الناتج هنا ونقرأ 47851. هذه ناتج، هذا ناتج الجمع باستعمال جدول القيمة المكانية. وزعنا المراتب في الجدول، بعد قمنا بجمع الأعداد. هسه ناخذ طريقة ثانية. اجمع مستعملا الصورة التحليلية. مثل ما ذكرنا سابقا الصورة التحليلية تعلمنا كيف نكتب العدد بالصورة التحليلية. هنا اريدنا بالجمع نستعمل الصورة التحليلية. شلون راح نستعملها؟ اول شيء نجي على العدد الاول نكتب الصورة التحليلية له. كم في الآحاد؟ 0 زائد، مثل ما ذكرنا بين مرتبة واخرى هناك عملية جمع. كم في العشرات؟ 70. نقرأ العدد 1570. إذن في العشرات 70 أمام 7 مرتبة واحدة للعشرات 01. زائد عملية جمع المئات. كم في المئات؟ 500 أمامها مرتبتين تكتب 500. زائد كم في آحاد الألوف؟ 1000. زين نجي ناخذ الصورة التحليلية للعدد الثاني. كم في الآحاد؟ 5 زائد كم في العشرات؟ 40 زائد كم في المئات؟ 100 زائد كم في آحاد الألوف؟ 3000. هسه نجر خط حتى نجد الناتج. عملية جمع 0 زائد 5 5، 0 زائد 0 0، هاي طبعا عملية جمع بين مرتبة وأخرى. 0 زائد 0 0، 7 زائد 4 11. أكتب 1 والـ1 إعادة تثنية فوق المئات. شفتوا عشرات هنا 10، ما نكتب 11 كاملة، كلا، 1 والـ1 إعادة تثنية فوق المئات. عملية جمع 0 زائد 0 0 0 زائد 0 0، 1 إعادة التثنية زائد 5 6 زائد 1 7 زائد
هنا عندنا بالالوف 1000 زائد 3000 الاصفار تنزل، 1 زائد 3 4000. اذا الناتج من كتبه بالصوره التحليليه نكتب 4715. هذا هو الناتج او ايجاد عمليه الجمع بالصوره التحليليه. نجد الصوره التحليليه للعدد الاول والعدد الثاني نجمعهم، وهذا هو الناتج بالصورة التحليلية ونكتبه بالصورة الاعتيادية الرقمية. هسه نجمع باستخدام الفئات 4000 زائد 6000. احنا نجي نضع تحت هذه الكلمة خط، شوفها متشابهة. اذا هذه الاربعة في مرتبة احاج الالوف، وهذه الستة في مرتبة آحاد الألوف 6000. نجي نجمع 4 زائد 6 10. 10 وكلمة آلاف ننقلها بعد العشرة، يصبح الناتج 10000. هذه الكلمة الموجودة ننقلها بعد، وبعد الناتج 4 زائد 6 10. كلمة آلاف ننقلها بعد الناتج العشرة ليصبح 10000. إذا طلابي الحلوين، هذا هو الجمع باستخدام النمط وحقائق الجمع، واستخدام جدول القيمة المكانية، واستخدام الصورة التحليلية وجمع الفئات. إذا طلابي الحلوين، إلى هنا ينتهي درسنا لليوم. مع السلامة.